كل موضوع من القاهرة ينضم لنا الدكتور باسم زايد، فريق التصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى في مكتب الإقليمي الشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية. دكتور باسم مساء الخير، أهلا بك معنا. تكثر الحديث في الآونة الأخيرة عن المضادات الحيوية وعن أنها سم قاتل إذا ما تم أخذها بدون وصفة طبية أو تم أخذها بشكل كبير وبدون إرشادات طبية. التقرير تحدث عن جنوب شرق آسيا هي بؤرة لإساءة استخدام هذه المضادات الحيوية، أيضا تحدث عن أرقام مهمة عن 10 ملايين حالة وفاة بحلول 2025 بسبب سوء استخدام المضادات الحيوية. أنتم في منظمة الصحة العالمية وأنتم في قسمكم، ما استنادا إلى المعلومات التي لديكم والتقارير، الأسباب وكيف يمكن أن تؤثر أيضا هذه سوء استخدام المضادات الحيوية على حياة الإنسان؟ مساء الخيرات، شكرا لكم ومساء الخيرات للمشاهدين الأعزاء. طبعا بلا شك أنه جميعنا يعترف بأنه المضادات الحيوية هو منذ اختراعها في الأربعينات من القرن الماضي، وهي سلاح مهم جدا جدا للفريق الطبي والرعاية الصحية ككل. كانت تعتبر دواء سحري منذ استخدامها، نجحت وساعدت الفرق الطبية والنظم الصحية في كثير من الحالات لشفاء الكثير من الأمراض، لكن للأسف مع إساءة استخدام هذه المضادات الحيوية وأيضا ندرة اكتشاف مضادات حيوية جديدة، وبجانب أيضا كما نعلم البكتيريا هي كائنات دقيقة حباها الله سبحانه وتعالى بنظم كثيرة للتغلب على المضادات الحيوية، فأصبحنا الآن للأسف بنشهد مستويات غير مسبوقة من مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية كما ذكرتم في تقريركم، إلى الدرجة التي تطور فيها الموضوع. كنا نتحدث في السابق عن بكتيريا مقاومة لنوع واحد من المضادات، ثم تطور الأمر إلى بكتيريا متعددة المقاومة الأكثر بالنوع. الآن بنتحدث عن بكتيريا مقاومة لجميع أنواع المضادات الحيوية الفعالة ضد هذه البكتيريا، وهذا طيب ألن نعيش أي ثورة في مجال الطب فيما يخص هذه البكتيريا؟ ألن يكون هناك ربما أي تطور فيما يخص المضادات الحيوية لكي تشمل هذه البكتيريا أيضا؟ طبعا هو جميع هذه العوامل أدت إلى أن منظمة الصحة العالمية أطلقت منذ التسعينيات من القرن الماضي حملات كثيرة ودعوات كثيرة للتصدي لهذه الظاهرة. يمكن أثمرت هذه الدعوات وهذا العمل عن خطة عمل دولية أقرتها الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية الممثلة من جميع دول العالم في 2015. أقرت خطة العمل الدولية والتي تشمل خمس محاور. المحور الأول هو نشر الوعي والتثقيف الصحي والتعليم الطبي للمجتمع وللفريق الطبي. المحور الثاني هو العمل على فهم أكثر لأسباب حدوث هذه المقاومة، على رصد أكبر وأدق وأشمل لهذه البكتيريا. المحور الثالث هو رفع كفاءة الوقاية من العدوى. المحور الرابع هو ترشيد استخدام هذه المضادات الحيوية. طيب في هذه الجزئية، في هذا المحور بالتحديد وهو ترشيد استخدام المضادات الحيوية من قبل الأشخاص، من قبل الأفراد، يعني بماذا تنصح الناس في نقاط محددة؟ في نقاط محددة طبعا أقدر يعني أتحدث إلى أكثر من مجموعة. المجموعة الأولى هي الفريق الطبي. طبعا نحن في منظمة الصحة العالمية نعمل بكل جهد مع المنظمات الدولية ومع الدول ومع أيضا وزارات الصحة ومع أيضا الهيئات المتعاملة مع الفرق الطبية لاستحداث أدلة عمل لرفع مستويات الوعي لدى الفريق الصحي لترشيد استخدام المضادات الحيوية. هناك الكثير من الأمراض التي لا تحتاج إلى وصف مضادات حيوية. هناك مضادات حيوية خاصة تلك التي تنتشر مقاومة بكتيريا ضدها يجب أن نحافظ عليها حتى نستخدمها فقط عند الحاجة القصوى إليها لنضمن ضمان فعاليتها. فهناك الكثير من المجال في هذا الأمر مع الفريق الطبي. المجموعة الأخرى هي مجموعة المجتمع. في كثير من دول العالم للأسف يمكن لأي شخص أن يحصل على مضاد حيوي دون وصفة طبية، فنحن
ايضا نعمل مع الدول ومع المنظمات الدوليه ومع جهات ووسائل الاعلام ايضا، وده دور احب ان انا اشيد بدور قناتكم فيه، الى توعيه المجتمع انه ليس بالضروره ولا يجب ابدا في اي حال من الاحوال ان احصل على مضاد حيوي دون وصفه طبيه. نعم الجزئيه الاخرى انه ليس كل مرض وخاصه مثلا نزلات البرد، واحنا بما ان احنا في فصل الشتاء، ليس كل نزلات البرد تحتاج الى مضادات حيويه. المضادات الحيويه التي نتحدث عنها هي تلك فقط التي تكون فعاله ضد البكتيريا. نعم الفيروسات هذه فئه اخرى لا تحتاج مضادات حيويه، فهناك الكثير من المحاور في هذا المجال. المحور الثالث او الفئه الثالثه اللي احب اتكلم عنها، ودي تفضل. لاحظنا ايضا زياده استهلاك وللاسف في بعض الاحيان اساءه استخدام المضادات الحيويه، هي في المجال الحيواني وفي الاطعمه. يعني هناك مجال كبير جدا في استخدام المضادات الحيويه لتسمين الحيوانات، حتى ايضا استخدامها في المجال العلاجي او الوقائي للحيوانات يجب ان يكون مرشد، يجب ان يكون وفق ادله محدده، وفق نعم دكتور باسم، احتياج فعلا لهذا المجال. فهناك اكثر من جهه نعم نعمل معها على ترشيد الاشتراك. الجزئيه الخامسه او المحور الخامس في الخطه الدوليه هي دعم الاستثمار في مجال بحوث استحداث نعم مضادات دكتور حيويه باسم، جديده. نعم مضادات الحيويه الجديده للاسف منذ الثمانينات لم يتم استحداث اي مضادات حيويه جديده. في المتوسط يستلزم استحداث مضاد حيوي جديد في حوالي في يعني المتوسط ترشيد 12 استخدام عام. المضادات الحيوية كما ذكرت هو ربما ينقسم إلى أكثر من جزئية، وكلها في سبيل ربما عدم العيش بدون مضادات حيوية أو وجود بكتيريا تقاوم جميع هذه المضادات الحيوية. نشكرك جزيلا على هذه المداخلة مع الدكتور باسم زايد، فريق التصدي لمقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ومكافحة العدوى في مكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. شكرا لك.